تقدر تقول كده بالفوم المليان انه الاهلاويه في الانتظار. ليه؟ لانه المباراه دي في منتهى الاهميه. اولا هي مباراه اولى بعد غياب طويل، ثانيا مباراه بطوله، يعني الاهلي لو كسب ماتش السوبر ياخد كاس سوبر مصر بتاع الموسم الاخير، وكمان بين قوسين كده نقفل بيه الخماسيه، يعني الموسم ده هيبقى الاهلي فيه حقق 5 بطولات، دوري، كاس، دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقي وسوبر مصري. وكمان نضيف على ده انه اول ظهور لصفقات النادي الاهلي الجديده، ودي في حد ذاتها مخليه الناس كلها قاعده ومستنيه صفقات الاهلي الجديده هتعمل ايه، هتظهر ازاي. وكمان تقدر تقول انه مهم جدا تاخد كده رساله اطمئنان من العرض اللي هتقدمه الفرقه في انطلاقه موسم وفي نهايه موسم، هو الاثنين مع بعض مش عارف ازاي، بس هو ده احنا عاملينها لاول مره. انت بتلعب مسابقه الموسم الاخير في بدايه الموسم الجديد، فالناس عايزه تشوف فرقه النادي الاهلي وتطمن ان شاء الله، لانه زي ما اتفقنا جمهور الاهلي بيراهن على كل البطولات ان شاء الله بنسبه نجاح 100%، ونحن قدها ان شاء الله باذن الله. خلينا نتكلم على مباراه طلائع الجيش، ونتكلم مع حضراتكم كمان على الصفقات النادي الاهلي الجديده، ارقامها، تحليل ادائها. طبعا شريف سالم متميز جدا في تحليل نقاط القوة والضعف اللي يجب ان احنا نشتغل عليها او اللي يجب ان احنا نعالجها. فخلينا ندخل في موضوع الاهلي طلائع الجيش، ونرحب بشريف. اهلا بك يا شريف. اهلا وسهلا استاذ احمد، وان شاء الله موسم موفق باذن الله. ان شاء الله لسه بتقول ان شاء الله موسم ان شاء الله موفق باذن الله. تراهن على الموسم ده ان شاء الله باذن الله. الصفقات الجديده مقويه قلبك؟ جدا مقويه قلبك. طيب نبتدي كلام بماتش الاهلي وطلائع الجيش، ازاي شايف المباراه، وخصوصا انها مش هقول بعد غياب طويل لكن بعد توقف يعتبر الاطول على مدار الموسمين الاخيرين. والله احنا يعني الريكورد بتاعنا مع طلائع الجيش كويس، ما فيهوش هزايم، لكن في مشكله ان احنا اخر 3 ماتشات مع طلائع الجيش كنا بنعاني. أيوة. سيمي فاينل كاس مصر انتهى بمعاناه وضربات جزاء، والدور الاول ماتش 1-1 لحد الدقيقه 90 تقريبا، لحد ما خلصنا بهدف الفوز 2-1، ومباراه الدور الثاني اللي صعبت شويه علينا بطوله الدوري والتعادل 0-0. ففرقه الجيش فرقه قويه، عندها امكانيات كويسه، عندها تاكتيك كويس، اكيد في مشاكل، مفيش فرقه ما عندهاش مشاكل، لكن اشتغل مع النادي الاهلي بشكل كويس جدا على مدار المباراتين بتوع الموسم ده ومباراه نهايه الكاس بتاعت الموسم اللي فات، فدي بالنسبه لي يعني حاجه تقلق شويه. لكن وبالذات الكاس تقلق اكتر، لان انت عارف البطوله او الماتشات البطوله اللي بتتحسم من مباراه واحده دي بتبقى نوعا ما الكفتين فيها مهما كان الاسماء والتاريخ والامكانيات وكل حاجه والفوارق، الكفتين فيها بيبقى 50-50. الكفتين 50-50 بس. احنا لو رجعنا شويه والمفاجآت وارده صح ولا ايه؟ طبعا المفاجآت وارده، اي المفاجآت في كره القدم وارده في اي مباراه، حتى لو في مباريات الدوري، لان في الاخر هي مباراه كره قدم، اللي هيقدر يشتغل اكتر على نفسه وينتج احسن على مدار ال 90 دقيقه هو اللي هيقدر يحقق كان ال3 بونت بتاع اللقاء، او حتى لو كان مباراه كاس او مباراه زي مباراه السوبر اللي هتتلعب بعد بكره. أيوة. لكن انا بالنسبه لي برضو في حاجه برضو لازم نحطها على مباراه الجيش، ان احنا في مباراه الكاس كنا راجعين طبعا من النهائي بتاع نهائي القرن. أيوة. طبعا ذكرى عظيمه يعني. طبعا قربت اهي الذكرى. الذكرى الاعظم دي بالنسبه للاهلاويه. طبعا يعني متهيأليش في مباراه او في بطوله الاهلاويه فرحوا فيها زي النجمه التاسعه دي. مش هتحصل تاني يعني. صحيح. الا لو النهائي اتكرر تاني، ومش هيكون له نفس الاحساس. أيوة. لانه خلاص يعني اول مره بيبقى ليها دايما احساس مختلف. طبعا مختلف. فطبعا ده اعظم لقاء. رجعنا من البطوله دي، لعبنا كاس مصر، فطبعا كانت في شويه مش هقول ارهاق، بس كان في ارهاق ذهني من الفتره بتاعت اللقاء، لان لقاء الزمالك اتاجل اكتر من مره. بعدها رجعنا بقى الدور الاول بتاع الدوري، كان في ارهاق بقى، عدد مباريات متتالي، فكان في ارهاق، فالمباراه صعبت شويه، وكان في بقى مشكله طبعا اخيره في المباراه بتاعت الجيش 0-0. كان شويه في ضغط ذهني على اللعيبه. ده مش موجود المره دي يا شيخ. ده المفروض مش موجود المره دي. احنا بنبدا سيزون جديد مرتاح، مفيش ضغوط من اي نوع، الفريق دعم نفسه بصفقات من العيار الثقيل، فكل العوامل اللي انت بتقولها مش موجوده في مباراه السوبر اللي جاي. الارهاق موجود بنسب اقل، لان اللعيبه اخذت راحه، بس طبعا قلنا ده الكلام ده الحلقه اللي فاتت، انه اللي اخذ راحه هي مش اللعيبه الاساسيه، لان اللعيبه الاساسيه انضمت للمنتخب وسافرت ولعبت مع المنتخب وبعد كده رجعت، اخذت 5 ايام راحه. طبعا ده شيء ما بيحصلش في العالم كله، ان حد ياخد 5 ايام راحه ما بين موسمين يعني، فطبعا صعبه جدا. بس خلينا برضو نتفق انه حصل فاصل زمني، حتى لو فاصل زمني قليل،
وحصل فاصل ذهني خلاص احسن اللعيبه من مفيش يعني احسن من مفيش. اه بالظبط. معانا بقى النهارده هنتكلم شويه على الجيش. في الجيش فيه شكل جديد، في اسماء جديده، في 10 لعيبه دخلوا جديد، بس احنا هنا هنتكلم مش على امكانيات لعيبه، يعني مش هنناقش ان اللاعب ده عنده مشكله فاحنا هنضغط على المشكله دي، لا احنا هنناقش ان فرقه الجيش في الجزء بتاع التاكتكس عنده مشكله، اللي هو الجزء فيما يخص المدرب والفرقه نفسها، فاحنا هنتكلم على المشاكل اللي موجوده عند فرقه الجيش فيما يخص التاكتكس، مش اسامي اللعيبه بس. طبعا هو دعم بلعيبه كويسه جدا، وكمان ابرز الاسماء اللي يعني لو تقول لنا صفقات الجيش. انا مش ما يهمنيش قوي الاسماء اللي خرجت، سوري الاسماء اللي دخلت، قد ما يهمني الاسماء اللي خرجت اللي كانت بتطبق التاكتيك. اوكي. فانا بالنسبه لي خروج احمد سمير طبعا هيبقى مشكله كبيره للجيش، طبعا مع خروج عمرو جمال مشكله كبيره للجيش. انا دول اكتر اتنين، لانه الاوفنسيف ترانزيشنز اللي بيعملها فرقه الجيش بتعتمد على الاتنين دول. ايوه. فخروج الاتنين دول بالنسبه لي بيحقق لي نسبه امان في ان انا مش هبقى قلقان قوي من التحولات الهجوميه اللي كان بيعملها فرقه الجيش على النادي الاهلي في الماتش بتاع الدور الاول والمباراه بتاعه الدور الثاني. تمام. بس خلينا بقى نروح نشوف ايه المشكله اللي موجوده عند فرقه الجيش. نشوف بالصور كده بسرعه. طيب. لو نقدر نعرض الصور بتاعه المشاكل اللي عند فرقه الجيش. طب تمام، لحد ما الصور تبقى تمام، الصور معانا. في صوره قبل كده بس مش مهم، عايزين بس نلاحظ الفرق ما بين هي دي المشكله. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا مش هنحط مشكله ونقول ان دي مشكله لو حصلت بشكل استثنائي. تمام. لكن هنقول ان دي مشكله لو في باترن ليها، يعني لو احنا شفناها بتتكرر في 10 مباريات بتتكرر. لا معلش نرجع الصوره اللي فاتت. ممكن الصوره اللي فاتت، اول صوره اللي بنبدا منها. طبعا الجيش هنا لابس ابيض والجيش لابس ازرق. سموحه لابس ازرق والجيش لابس ابيض. نلاحظ هنا أزرق. هنلاحظ هنا المسافه اللي موجوده ما بين المدافعين، الجاب ده هيفضل طول الوقت موجود. فنعدي الصوره اللي بعدها. علشان الجاب ده موجود اللاعب قدر يرقص وينقل الكره الناحيه الثانيه، في طبعا بيج شانس ممكن تتسجل جول، لكن اعتقد الكره دي ضاعت. اللي بعدها نفس الكلام، نوقف بس لحظه هنشوف الجاب اللي ما بين الليفت سنتر باك اللي هو اللعيب اللي فارد ايده الاثنين مع الليفت باك اللي هو شويه تايه وسايب مساحه وراه، هتتنقل الكره دي. نروح للي بعدها. ايوه، في المساحه الفاضيه ننقل الكره اللي بعدها. تمام، ده الهدف. انفراد. اتسجلت هدف. احمد عبد القادر. اوكي. نفس الكوره في نفس المساحه. تمام. انفراد مصطفى فتحي، تسجلت هدف. اللي بعدها نفس المساحه. ده شوارع مش مساحه، دي شوارع. دي شوارع. هو في مشكله، هي مشكله يعني. هو الماتش ده كانوا بيلعبوا ناقصين ولا حاجه؟ عموما والله بتكلم جد يعني. لا لا، الشوارع اللي موجوده دي ده مفيش. ده الحرس، ده طلايع الجيش، طلايع الجيش اللي لابس احمر مع المصري. مع المصري. نرجع بس الصوره اللي فاتت، معلش لحظه، اللي قبلها، اللي قبل دي. اللي قبل دي كمان. انا بس عايز هي دي. هنا الكره دي طبعا هي الكره اتلعبت ناحيه الشمال. بس هنا احنا مش بنتكلم على القرار، احنا بندور على المساحه. الراجل الباك ليفت تحت سايب نفس المساحه. ايوه. ما اتلعبتش في ظهر الباك ليفت، ما اتلعبتش. لكن انت هنا لو لعبتها في اي حته في ظهر الباكات تمام، المساحه انفرادات. يعني مساحه فاضيه. واللعيبه مغطيه الاوفسايد يعني بمنتهى السهوله والاريحيه، تقدر ومفيش حد ضاغط على اللعيب اللي معاه الكوره. فانت بتتكلم على دي خيانه او مؤامره يعني. والله كلامك يعني لا في ضغط على اللعيب اللي معاه الكوره ولا في تغطيه على الجناح اليمين او الجناح الشمال، وبالتالي اي قرار هياخده اللعيب اللي معاه الكوره ده سهل جدا انه ينفذه. هو في كمان حاجه، هو دي مش هنقدر نحسبها قوي مشكله في التكتيك، ان دي مشكله عند اسلام جمال. بس هو خلاص خرج من فرقه الجيش، مشي. بس دي كانت مشكله عند اسلام، دايما واخد 3-4 خطوات لورا. بيحاول يعوض بيهم المشاكل اللي موجوده في البطء اللي عنده. بس ده بيعكس انه في معظم السيتويشنز اللي بتحصل في الملعب دايما بيسيب مساحه للمهاجم انه يقدر ياخد خطوتين يعمل بيهم سرعه انفجاريه وبتخليه دايما مش اوف سايد. فهو بيحاول يعالج حاجه بس بيعمل مشكله ثانيه. نمشي الصور عشان ما نقعدش كتير على الصوره دي. تمام، يعني هو دي مش الصوره بس اللي بعدها، اتلعبت برده في نفس المساحه. اوكي، ما تسجلتش. اللي بعده نفس الكلام، نقف لحظه بس. الكوره مع تقريبا محمد ابراهيم، انا مش شايف كويس بس هنشوف المساحه اللي هتظهر. اللي بعدها انفراد. اوكي. فيعني خلينا بقى خلاص، احنا تقريبا وضحنا الـ النقطه بتاعه العيب بتاع الجيش.
بس في سؤال مهم بقى، هو طب هو ليه النادي الاهلي ما عملش كده ماتش 0-0 مثلا؟ لا ما هو برضو اي فرقه بتلعب الاهلي غير لما بتلعب مع اي فريق تاني في الدوري، يعني اكيد الخطه واجبات اللعيبه التكتيك اللي بيلعب بيه المدرب بيختلف. ده بقى التشالنج بالنسبه لي، انه انت كمدير فني بتشوف ان الفرقه دي عندها المشاكل دي، بس فرقه الجيش لما بتلعب النادي الاهلي بتلعب بثلاثه فلات، ثلاثه فلات يعني دايما بيبقى قافل المساحات، عرض الملعب تقريبا من 55 ل 65 متر على حسب الملعب، اللي هو غالبا هنقول 60 متر، بتشيل منهم 10 متر على الناحيتين هيتبقى 40، لما بتقسمهم على خمس لعيبه فكل مساحه ما بين اللاعب واللاعب تقريبا ما بتوصلش حتى 7 متر او 6 متر، ودي مساحه قليله جدا، فعشان كده دايما فرقه الجيش بتكون قافله المساحات. بس السؤال بقى هو انا ازاي اخترق لا مش اخترق، ازاي اظهر المساحات دي اللي كانت موجوده في ماتشات تانية بان انا ما هاجمش الجيش من فوق؟ ما خلاص انا في الماتشات اللي فاتت انا كان عندي جولز في ان انا مثلا ماتش الدور الثاني انا كان عندي جول كبير قوي ان انا محتاج اعوض فرق النقط اللي ما بيني وما بين الزمالك، انا خلاص ما عنديش المشكله دي، انا بلعب ماتش سوبر هيجيب لي بطوله، فانا ايه المشكله ان انا استنى تحت؟ مش هستنى تحت من غير الكوره، اقصد استنى تحت ان انا بدل ما بلعب من فوق من نص ملعب الجيش لا انا هلعب من نص ملعبي، وي اور انذر فرقه الجيش هتخرج هتجيلي. انت عايز تسحب فرقه الجيش بالظبط انها تطلع لك، هو ده التشالنج بقى عشان بالزبط. تقدر تخلق المساحات. السؤال هو هيطلع لك يعني هو ممكن ياخد المغامره ويسيب المساحات دي ورا؟ هو اجباري هيطلع، انت مش معقول هتقدر يعني، يعني لو احنا تخيلنا مثلا ان فرقه الاهلي بدات تنقل 10 12 كوره عند حارس المرمى، هل ده مش هيخلي فرقه الجيش تخرج؟ طبيعي ان هيخلي فرقه الجيش تخرج. لو قدرنا نروح قبل الفاصل لمميزات بقى الاهلي نربطها بعيوب الجيش، لا هنقف عند مميزات الاهلي، انا عايز اشتغل لانه ده اللي كمان الكلام اللي يهم الناس، احنا مع وجود الاسماء الجديده سواء عمار او احمد عبد القادر اللي كانوا مقدمين موسمين قويين جدا، تاو وصاني وميكي برضو الجمهور الاهلي مسانين كتير جدا، حسام حسن صفقه مهمه جدا يعني الحقيقه كل الاسماء اللي داخله جديده على صفقات الاهلي كلها مقدمه موسم متميز، فخلينا نتكلم عليهم بقى بالتفصيل وتكلمني شويه عن ارقامهم وتوقعاتك لقدرتهم على الانسجام بسرعه مع الفرقه، بس بعد ما نروح لفصل نرجع نكمل كلامنا. جمهور النادي الاهلي في انتظار نسخه الاهلي 2022، نسخه كده اللي هي بتكتسح، نسخه بتاخد الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. خليني اكلمكم اكتر عن شكل الاهلي ومصادر الخطوره فيه، والسؤال اللي يمكن كتير من جماهير نادي الاهلي بتساله، مناطق النفوذ هتبقى فين؟ مين هيلعب فين؟ مين هيسجل الحته دي باسمه؟ ومين ممكن يتالق في اول مواسمه؟ وخصوصا طبعا من الصفقات الجديده اللي ضمها النادي الاهلي. مره طبعا مره ثانيه برحب بشريف سالم محلل فني وضيفنا في السادسه، اهلا بيك يا شريف. اهلا وسهلا. طب نخش في الاهلي بقى ونتكلم اكتر على مميزات الفرقه في شكلها الجديد وشكل الاداء اللي انت متوقعه من بدايه مباراه الطلائع، ونحاول نربط كمان ما بين العيوب اللي احنا اتكلمنا عنها في فرقه الجيش والمميزات بتاعت الاهلي نستغلها. تمام بالظبط. فلو بدانا بالصور اللي موجوده معانا فيما يخص فرقه النادي الاهلي او الفيديوز، هنلاقي ان تقريبا في المشكله الكبيره اللي بيعاني منها فرقه الجيش اللي هي مثلا المساحه اللي دايما بتبقى موجوده ورا الباك ليفت او الباك رايت، هنلاقي ان النادي الاهلي عنده ميزه كبيره قوي سجل منها كتير، يعني الناس حتى اعتقد عالق في ذهنها قوي فكره الجول اللي دايما ما بين عمرو السوليه او قفشه وحسين الشحات. تمام. فهل احنا بقى كنادي اهلي هنقدر في مباراه الجيش نعمل ده؟ لو حققنا التشالنج بتاعنا ان احنا نقدر نسحب فرقه الجيش لتحت، نخلق المساحات هنقدر نعمل نخلق المساحات ده. هنلاقي بقى المساحات دي موجوده. طب ما نحاول بقى نشوف في الفيديوز، طب هو النادي الاهلي لما بيلاقي المساحات دي بيعمل ايه؟ الفتره اللي فاتت دي شايف انها فتره كافيه انه الـ الـ الاسماء اللي دخلت على السكواد الجديده تنسجم، تفهم طريقه لعب مستر موسيماني، يعرف يستخدمها او يوظفها الاستخدام الامثل؟ في شوط كبير جدا هيتقطع في القصه دي، اللي هو ان ميكي هو اوريدي لعب مع مستر بيتسو موسيماني قبل كده. تمام. وتاو نفس الحكايه، وتاو نفس الحكايه، فدي شويه هتقرب المسافات هتقرب المسافات ما بين المدير الفني واللاعب اللي داخل جديد، علشان هو بيبقى اوريدي سمع الانستراكشنز دي من الراجل ده قبل كده اكتر من مره، فهو بيبقى عارفها. الجزء الثاني هو فيما يخص اللعيبه، واحنا يعني لو اتكلمنا عن الجزء الامامي في النادي الاهلي او الجزء الهجومي، هنلاقي ان تقريبا اللعيبه اللي عندنا بيميزها جدا الجيم انتليجنس او ذكاء اللعبه. ذكاء اللعبه ده بيسهل عليك انك تقدر تتعامل مع لعيبه جديده بتدخل السكواد. محمد مجدي قفشه ممكن يكون اهم ميزه عنده الناس بتشوفها الذكاء، نفس الكلام بالنسبه لحسين ونفس الكلام بالنسبه لمحمد شريف، فاعتقد الموضوع هيبقى نسبيا سهل على اللعيبه اللي داخله جديد في السكواد
ان هي مش هيبقى عندها مشكله. بمناسبه السكواد عايزين برضو نضيف نقطه ثانيه، انه طب ليه النادي الاهلي دعم في الاماكن دي وهو عنده لعيبه سوبر ستارز؟ لانه علشان تكون فريق قوي زي ما حضرتك لسه قايل، تشيل بقى الاخضر واليابس قدامك وانت ماشي، لازم يكون عندك ديبث في السكواد بتاعك او عندك عمق في السكواد. عمق يعني انا مثلا لما هتكلم عن حسين الشحات فانا بتكلم عن تاو، لما بتكلم عن كهربا وطاهر فانا بتكلم عن ميكي، لما بتكلم عن قفشه فبتكلم عن قفشه وميكي وطاو واحمد عبد القادر، وممكن كل دول ممكن يلعبوا او يدوروا في نفس السبوتس دي في نفس المراكز دي في الملعب. بالظبط، هو ده العمق بقى بتاع السكواد، ان انت طول الوقت بتبقى مطمن انه حتى لو انا عندي مشكله في لاعب لا قدر الله اتصاب ما تاثرش على مشواري. ما بتاثرش على مشواري، لان عندي لعيبه كمان بكفاءه عاليه موجوده في نفس الاماكن. واللعيبه دي هتشتغل مع بعضها، يعني انت اتكلمت على تاو والشحات في اليمين، الاثنين هيسخنوا بعض. كهربا وطاهر وميكي في الشمال نفس الحكايه، عبد القادر وميكي برضو انا ممكن اقول ان النمره 10 ده ممكن يلعب فيه ولعب فيه بالفعل ميكي كتير. وقفشه في الحته دي برضو يعني هيطلعوا احلى ما عندهم بسبب المنافسه اللي بينهم. بالظبط، وهي المنافسه دي كمان هتحاول تحافظ، يعني احنا في مشكله كانت موجوده في النادي الاهلي على مدار الموسم اللي فات، جزء كبير منها بسبب الارهاق. ان هو كان في ابس اند داونز طول الوقت ما بين المستوى، في تفاوت في المستوى ما بين اللاعبين. فالتفاوت ده طيب نخش على الفيديوز، على الفيديوز او نخش على المميزات بتاعت التفاوت اللي كان موجود في المستوى ده كان بسبب قله المنافسه. فعشان كده لما هندخل لعيبه جديده هتفرق شويه معانا. ايوه، انا بس قبل ما نروح للفيديوهات، ده الشكل اللي الجيش بيلعب بيه النادي الاهلي. يعني ده كادر، احنا جايبين كادر واحد بس، ده تقريبا كادر ال 90 دقيقه. هو انت طول الوقت هتشوف الجيش كده. طب هي بقى التشالنج ان انا ما اروحش للاماكن دي، ان انا ما هاجمش من نفس اماكن الزونز اللي انا بهاجم منها فرقه الجيش في الثلاث مباريات اللي فاتوا. انا لازم اغيرها. ليه لازم اغيرها؟ عشان انا كان عندي مشكله فيها. نروح لاول فيديو. النادي الاهلي لما بيلاقي المساحه اللي ورا الباك ليفت بيحصل اللي احنا شايفينه ده. مش مهم طبعا، طبعا الانهاء مش مهم، انا بتكلم صناعه الفرصه. هو بالظبط صناعه الفرصه واستغلال المساحات. النادي الاهلي لما بيلاقي المساحه بيعمل برده كده. طبعا الباس اللي يوصلك على طول بدون بالظبط. نلعب الفيديو اللي بعده على طول. نفس الكلام في نفس المساحات دي اتسجلت هدف كهربا. كهربا طبعا. ماتش دجله. نلعب الفيديو اللي بعده، هنلاقي ان تقريبا المشكله اللي موجوده عند فرقه الجيش هي من ضمن مميزات النادي الاهلي. نفس الكلام، ده الكره اللي طارت فيها حارس المرمى. ايوه. ماتش سيراميكا اعتقد. ماتش سيراميكا. مظبوط. هو النموذج في دي مع الارتداد في عدد او في فاصل زمني قصير جدا، بشوفه الكوره بتاعه الجون الثاني في ماتش الوداد، ديانج لحسين الشحات. هي دي من كره كورنر علينا بالظبط، تو باسز يعني باستين تمريرتين وصلنا للمرمى بانفراد. بالظبط. ده طبعا من ماتش الجيش. دي الكره اللي دخلت وما اتحسبتش طبعا. بالظبط. ليه جبنا الحاله دي؟ هي ممكن تكون حاله مش مهمه في الشرح اللي احنا كنا بنشرحه، بس ليه جبناها؟ دي نفس المساحه برضو اللي ورا باك ليفت. ليه جبنا المساحه دي؟ لان المساحه دي والكره دي بالظبط بالظبط يا شريف هو الجون الاول بتاع الاهلي في كايزر تشيفز في دوري الابطال. بس طبعا فرق الفينشنج طبعا هناك خلصت. يعني شريف مختلف شويه طبعا. باد لك كبير قوي لواليا، عاش معانا باد لك طول الموسم تقريبا. يعني هو بصراحه بالزبط. انا شايف انا يهمني بقى في اللقطه دي، لو نقف لحظه بس وخلاص، ده اخر فيديو. يهمني في اللقطه دي انه ده الكادر اللي احنا جبناه من شويه. صح كده، بس من الزاويه الثانيه او في الشوط الثاني. يهمني ايه؟ انه فرقه الجيش لما انت لعبتها كده، اخطر كوره وصلت للنادي الاهلي او النادي الاهلي قدر يوصل بيها لمرمى فرقه الجيش من كره عرضيه، كره ثابته. فعشان كده يعني يا هنشتغل قوي قوي في الفتره بتاعه التدريب دي على الكرات العرضيه. قول لي التشكيل المتوقع يا شريف. التشكيل المتوقع طبعا ماتش طلايه. تمام. اعتقد بنتكلم على الشناوي، علي معلول، ايمن، بدر. صعبه. اكرم او كريم، بس غالبا لو اكرم جاهز هو اللي هياخد. اكرم توفيق، اليو ديانج وعمرو السوليه. تمام. قفشه على شماله ميكي، وعلى يمينه حسين الشحات،
ومهاجم محمد شريف. ومهاجم محمد شريف. مين نروح للصفقات؟ طب قبل الصفقات وقبل ما تكلمني على توقعاتك ليهم وادائهم وانسجامهم ومين ممكن يكون مفاجاه الاهلي السيزون اللي جاي، خلينا نتكلم اكتر على بعض المشكلات. يعني احنا في بدايه مشوار جديد، بالتاكيد كان عندنا بعض السلبيات، بعض المشكلات، جزء منها كان بسبب موسم مضغوط، جزء منها بسبب عدم انضباط تكتيكي، تراجع مستوى بعض اللاعبين، لكن لابد ان احنا نتعامل معاها في بدايه موسم. ويمكن اكتر حاجه لفتت نظري السنه اللي فاتت وكنت معلق عليها هي الاهلي دفاعيا. الاهلي دفاعيا استقبل عدد كبير جدا من الاهداف في الموسم الاخير، على الرغم من ان كل مدافعينه تالقوا وقدموا موسم كويس جدا، ومن وراهم افضل حارس مرمى في مصر وافريقيا محمد الشناوي، ورغم كده شباك الاهلي استقبلت 28 هدف. وعندنا افضل اثنين لعيبه ديفندرات في افريقيا. حمدي فتحي وأليو ديانج. مظبوط. فهي لازم نرجع بقى نحط ايدينا على المشكله اللي موجوده عند النادي الاهلي، ولو قدرنا نلعب دلوقتي الصور او الفيديوز اللي موجوده معانا فيما يخص الحالات دي، هنلاقي ان في مشكله كانت متكرره طول الوقت عند النادي الاهلي. المشكله دي لو احنا حطينا ايدينا عليها دلوقتي هنقدر ان احنا نشتغل عليها من بدايه الموسم، فما تبقاش مشكله موجوده عندنا. تمام. فلو قدرنا برضو نلعب الفيديو دلوقتي واحنا بنتكلم، نلعب يعني مش مهم نقف عندها، احنا هنشرحها بسرعه واحنا ماشيين. في مشكله موجوده طول الوقت عند النادي الاهلي في التحولات الدفاعيه. لا، دي مميزات النادي الاهلي. دي النقطه بتاعت الناحيه الهجوميه والكارباسات. في مشكله عند النادي الاهلي طول الوقت موجوده. في مشكله عند النادي الاهلي طول الوقت موجوده هي التحولات الدفاعيه. ازاي النادي الاهلي بيتحول دفاعيا؟ تحولات النادي الاهلي الدفاعيه كان فيها مشكله على مدار الموسم، جزء منها بيرجع للارهاق، وده احنا كنا شرحناه قبل كده ان طبيعي ان الارهاق بيأثر عليك، كان في البوزيشننج، كان في ان انت ازاي بتقف في الملعب، او في ان انت ازاي بتتحول هجوميا ودفاعيا، لان طبعا التحولات بتحتاج مجهود بدني كبير. فالنادي الاهلي كان عنده مشكله في الحته دي، خصوصا في الجبهه بتاعت محمد هاني. محمد هاني وحتى اكرم توفيق لما لعب شويه، اكرم كان لانه كان فيت اكتر، ومحمد هاني اتصاب اصابتين على مدار الموسم اثروا عليه شويه بدنيا، فكان في مشكله في التحولات الدفاعيه للنادي الاهلي، في ان المساحه اللي موجوده ورا الاثنين دول طول الوقت فاضيه. عشان كده حتى لو نفتكر الناس لو تفتكر بالذاكره كده، اخطر كره لفرقه الجيش كانت من الناحيه دي برضه، اللي هي بتاعت احمد سمير اللي عدى وعمل تصويبه على محمد الشناوي اللي هو شالها بايد واحده، كان سيف هايل جدا يعني. فده بالنسبه لي واحده من اهم عيوب فرقه النادي الاهلي في التحولات الدفاعيه، ودي اللي لازم نشتغل عليها. المشكله دي كان ليها جزء من الحل، ما كانش ليها حل للاسف، بس كان ليها جزء من الحل. المباريات اللي كان موجود فيها أليو ديانج كان بيستغل البيس العالي بتاعه قوي والاكسلريشن العالي قوي في ان هو طول الوقت بيقفل المساحات الفاضيه اللي موجوده في ظهر الاثنين فول باكس، بس لازالت المشكله دي موجوده، وانا شايف ان احنا المفروض نشتغل عليها. تمام. مفاجاه الاهلي اللي متوقعه من شريف الموسم اللي جاي؟ انا متوقع ان النجم الاهلي الموسم الجديد يكون حسام حسن. التوقعات دي مش مجرد احساسي، يعني احنا بنتكلم على اللاعب ده بيقدم ايه مع الفرق اللي اشتغل معاها. حسام حسن من اللعيبه المهمه جدا في مصر، كان على مستوى الهجوم او على مستوى الدفاع، سوري على المستوى الاجنحه. في المستوى الهجومي كمان عنده عدد اهداف كويس. حسام حسن لعب 15 مباراه مع سموحه قبل ما يسافر، سجل فيهم 9 اهداف، فده بالنسبه لي مؤشر كويس، لانه الموسم اللي قبله لعب 32 مباراه مسجل 11، ففي نص موسم تقريبا سجل نفس عدد الاهداف اللي سجلها في الموسم اللي قبله. اكتر مركز بيتعرض فيه لعيب للضغط في النادي الاهلي هو مركز راس الحربه. مظبوط. صح؟ مظبوط. يعني ده اللي فرصته مع الجمهور قليله قوي، النجوميه عاليه قوي طبعا طبعا عالي قوي. بس المنتظر منه غير المنتظر بين ال10 التانيين اللي موجودين في الفرقه. فاهم قصدي؟ فبالتالي ده بيمثل ضغط عصبي. حسام حسن قادر على التعامل مع الضغط ده مع جمهور بحجم جمهور الاهلي؟ هو قادر على التعامل مع المركز ده، خصوصا لانه النادي الاهلي من اهم المراكز، او انا بعتبره اهم مركز الموسم اللي فات، كان محمد شريف. ايوه. وبعتبره نجم الموسم يعني طبعا، يعني مع محمد مجدي قفشه طبعا، لكن هو بالنسبه لي نجم الموسم. هو اختيارات جمهور السادسة لغاية دلوقتي الترتيب بتاعها، ولسه الترتيب ده هيتغير مع ماتشات الكاس والطلايع، لأنه ده بالنسبة لنا موسم مخلص. نفس الموسم. ديانج، قفشة، الشناوي، شريف، دول الأربعة الرباعي بتاع المقدمة. تمام. أنا ورا منهم جاي أكرم والشحات. أنا بالنسبة لي محمد شريف، لأنه هتلاقي مباريات كتير جدا على مدار الموسم كانت المباريات دي بيتقال إنها مباريات صعبة، لان الخصم عنده مثلا قوه دفاعيه، عنده تحولات دفاعيه كويسه، عنده ترانزيشنز هجوميه كويسه. الحاجات دي كلها لما انا بيبقى عندي لعيب هداف بيقدر يسجل جول في بدايه المباراه او يسجل لي من نص فرصه، فده بيريحني كتير. فاعتقد محمد شريف بالنسبه لي نجم الموسم،
تأثير ده ايه على الجماهير الموسم الجديد؟ ان الجماهير مش قلقانه. فحسام حسن انا بحس ان هو مش هيبقى عليه بريشر كبير. ليه؟ لان هو خلاص الولد جاي في بوزيشن هو اوريدي كويس، تمام اوريدي المكان ده فيه. لا احنا خلاص متوقعين من محمد شريف ان هو يسجل عدد اهداف كويس، فالدقائق اللي هياخدها حسام حسن اعتقد مش هيكون فيها ضغط عليه. وانا بصراحه كنت مبسوط من الدقائق اللي اخذها في مباراه بتروجيت، تحركاته كانت هايله وكان كويس كمان. لو كنا اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن الديناميكيه بتاعه النادي الاهلي، ازاي المهاجم بتاع النادي الاهلي بيتحرك مع المجموعه اللي تحتيه، حسام حسن عنده الميزه دي قوي، لان هو لعيب لعب جناح كتير، فعنده الميزه، فهيحافظ للنادي الاهلي على الديناميكيه الهجوميه دي. فاعتقد هو يعني ان شاء الله باذن الله رهانك عليه. رهاني. نتكلم على الافارقه شويه، نتكلم على ميكي ونتكلم على تاو، لانه الصفقتين دول كمان عند جمهور الاهلي، يعني بما انك بتجيب لعيبه من بره مصر ده معناه انك انت جايب لعيبه سوبر، والاثنين الحقيقه البروفايلز بتاعتهم محترمه جدا، سواء ميكي اللي شفناه وتابعناه واحنا بنشوفه الحقيقه موهبه محترمه جدا، واللعيب عنده قدرات كبيره جدا، سرعه، مهاره، ذكاء في التحرك، لمسه، الفينش الاخير بتاعه اكتر من رائع. وتاو الحقيقه برده لعيب بعيار تقيل، انا بشوفه يمكن يكون اهم لعيب في منتخب جنوب افريقيا. تاو لعيب كبير ولعيب جاي من الدوري الانجليزي، فاعتقد الصفقه دي مش هيكون عليها جدال كبير قوي في نجاحها من عدم. الموضوع في الاخر هيرجع للتوفيق، في الاخر دي كره قدم، ممكن اي حد يوفق او لا يوفق. نشوف الهيت ماب وانت بتتكلم على تاو كده، يا ريت لو قدرنا نطلع الهيت ماب بتاع تاو. احنا عندنا ارقام كويسه جدا بالنسبه لبيرسي تاو على مدار المواسم اللي فاتت، لكن يهمني قوي فكره انه دي كومبير، ده مش الهيت ماب، دي كومبير مقارنه ما بين الموسم اللي فات 2019-20 و2021. هنلاقي ان هو في الموسم الجديد سجل 8 اهداف، في الموسم ال 19 سجل 4 بس أهداف. فده بالنسبه لي رقم كويس. أيوه. معدل اسيست قل شويه. أيوه. كان عامل 6 اسيست في موسم 19، عمل 2 بس في الموسم الجديد. بس على الفعاليه على المرمى والايجابيه على المرمى واحده، لانه هنا التوتال 10 وهنا التوتال 10. بالظبط. 4 اهداف و6 اسيست، بس هنا 8 اهداف و2 اسيست. بس انا بالنسبه لي المعدل هيبقى اعلى شويه، لان الكلام بتاع الموسم الجديد، الاحصائيات الموسم الجديد. أيوه. اللي انتهى يعني مؤخرا هو في 25 مباراه فقط. تمام. لكن احصائيات موسم 19-20 كانت في 35 مباراه، فدي تقريبا الاحصائيات بالنسبه لي المهمه. زائد الفعاليه احسن في الموسم الاخير. الفعاليه احسن في الموسم الأخير لان عدد المباريات اقل وعدد الدقائق كمان اقل، لانه ما شاركش في ال 25 مباراه بشكل مستمر على مستوى ان هو يبدا مع ال 11. واقول لجمهور الاهلي طبعا، هو بيرسي تاو هيطلع مع الاهلي نيو لوك يعني. الصوره دي خلاص. الصوره دي خلاص بالظبط كده. حلق شعر. لو قدرنا نروح للهيت ماب هيتفسر لنا نقاط مهمه جدا. لو ركزنا بقى في الهيت ماب دي، هي مش هيت ماب قوي، مفيش يعني مش حاجه حراريه، بس دي الاكشنز بتاعت اللاعب. هنلاقي ان تقريبا 90% من الاكشنز بتاعت اللاعب ناحيه اليمين. ايوه. ده اللي بيدل على ان اللاعب جاي متارجت قوي ناحيه اليمين في نادي الاهلي. فهنا بنقول ان هتبقى في منافسه كبيره ما بين حسين الشحات وما بين بيرسي تاو. المنافسه دي في مصلحه مين؟ مصلحه النادي الاهلي. لو رحنا لميكي وفي مصلحه الاثنين، وفي مصلحه تاو وفي مصلحه الشحات. مظبوط. لو رحنا لو نقلنا على نروح لميكي، لو نقلنا بقى على المقارنه بتاعت ميكي، ميكي سون، هنلاقي برضو في المقارنه بتاعت ميكي عنده شويه ارقام احسن الموسم ده. الاثنين عدد مبارياتهم اقل. أي. الموسم ده اقل من الموسم اللي فات، لكن ميكي السنه دي عامل مباريات كويسه، وطبعا الناس هتفتكر له الجول بتاع النادي الاهلي طبعا. حتى. لا هو كل جواله حلوه يعني، وتاو كل جواله حلوه يعني، لعيبه يعني في جول، في لعيبه سكوررز يعني هدافين، بس اللي بيخلص. لكن ميكي وتاو لما تتفرج على الاجوال بتاعت تستمتع بـ بـ يعني تستمتع بحلاوه الجول، تستمتع. وفي نقطه بالنسبه لي بقى مهمه هنا، في مشكلتين، في مشكله وميزه. المشكله هتبقى في الدريبلز. للاسف يعني ميكي شويه عنده بيطول الكره شويه. ده التشالنج اللي موجود عند مستر بيتسو موسيماني، انه ازاي يحافظ على اللاعب في ان هو يقول له ان احنا هنشتغل بطريقه معينه تخدم المجموعه ما تخدمش الفرد. كون ان انت كنت سوبر ستار في سيمبا. بس انا هقول لك حاجه بالنسبه الجمهور بقى، انا بكلمك جمهور مش جهاز فني ولا انا 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 افتقدت الحلول الفرديه في الاهلي الموسم الاخير. يعني التيم كتيم ورك شغال كويس جدا، ومسجلين 70 جول، احنا الاقوى هجوميا 72
يبقى احنا الاقوى هجوميا وما عندناش مشاكل في التهديف. لكن انا افتقدت في اوقات كتيره جدا الحلف الفرديه، الوان تو وان، اللعيب اللي ممكن يخلص ماتشات مع يعني عارف بتواجهك فيها ظروف صعبه، ودي كانت ماتشات كتير وكانت مع فرق مش احسن حاجه في الدنيا. المعادله بالنسبه لي في ان انا ازاي اكسب ده من غير ما اخسر حاجه ثانيه. التيرن اوفر اللي بيعمله ميكي بيبقى مشكله، لان دايما بيعمله في قلب الملعب. هو لعيب عنده حلول فرديه كبيره، بس المشكله في ان هو شويه بيطول الكوره، ده هيحطنا في مشكله في التيرن اوفر. لان انت كنادي اهلي، احنا لسه من شويه كنا بنتكلم ان النادي الاهلي عنده مشكله في الارتداد الدفاعي، فالتيرن اوفر الكتير هيعمل مشكله. ده بالنسبه لميكي. لكن في ميزه ثانيه ان هو بيحقق لك حاجه مش موجوده عندك في النادي الاهلي للاسف. أيوه. الموسم اللي فات هو شوتر هايل، تمام، لعيب شوتر هايل، لعيب مصوب جيد جدا. طبعا الناس برضه هتفتكر الجول في محمد الشناوي، لكن غير جول محمد الشناوي الناس لو رجعت بطوله افريقيا هو ليه 3 اهداف 3 تصويبات، الثلاثه اقوى من بعض. طيب انا عندي سؤال بقى مهم جدا، وبيتهيالي انه طريقه التفكير دي بتدور في 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 عقول كتير جدا من جماهير الاهلي. هل مش شايف ان القماشه اللي مع مستر بيتسو تسمح له انه يغير من طريقه اللعب وتبقى الطريقه والواجبات اكتر هجوميه؟ يعني احنا بنلعب دلوقتي او الطريقه الاغلب اللي لعبنا بيها السنه اللي فاتت كانت 4-2-3-1، او في اوقات كتير جدا 4-3-3، وبنميل فيها للناحيه الدفاعيه اكتر منها والاستحواذ اكتر منها للناحيه الهجوميه. هل مش شايف انه الاهلي ممكن يغير الطريقه بالقماشه دي وتبقى الطريقه هجوميه اكتر من كده؟ يعني ممكن نخليها 4-1-2-3 او 4-1-4-1 مثلا. يعني مش شايف انه القماشه دي تسمح لنا ان انا عايز فريق ما بينزل يهاجم 90 دقيقه؟ يعني عارف البوكسر اللي بيحط الملاكم في الركن، انا شايف انه الاهلي يقدر يعمل ده. هو النادي الاهلي يقدر يعمل ده، بس الموضوع مش يعني مش بالسهوله دي، لانه انا عشان ابدا اغير الطريقه. على فكره الماتشات اللي كلمتك عليها من شويه دي كان مستر موسيماني لما بيجي لاخر 10 دقايق ويلاقي الجيم مقفول كان بيعمل ده. يعني في اوقات كتير جدا كنت بتلاقي الاهلي وكانت في اوقات كتير بتجيب نتيجه فعاله. يعني هو انا هيبقى عندي مشكله مع تغيير الطريقه، انه مفيش رفاهيه ان احنا نعمل كده. مشكلتنا مع تغيير الطريقه ان انت محتاج فتره اعداد. ايوه. ليه فتره اعداد؟ علشان تجرب، لان اللعيبه يعني احنا مصر بدات في 2009 2010 تلعب 4-2-3-1. انت تقريبا 50 او 60% من ال 11 اللي بيبداوا لعيبه مصريين. انت عندك 5 محترفين بس، ده ان كيس ان الخمسه لعبوا. فاحنا بنتكلم على اللعيب المصري. طب اللعيب المصري بيلعب 4-2-3-1، فمن لو بنتكلم من 2010، فمثلا محمد شريف لما اول ما بدا يلعب 11 وهو عنده 13 سنه بيلعب 4-2-3-1. فعشان انا اغير في ذهن اللعيب ثقافه تكتيكيه هو بياخدها بقاله 10 12 سنه، ده موضوع مش سهل، شايفه صعب، محتاج فتره اعداد. بس هل النادي الاهلي عنده القماشه دي؟ هو النادي الاهلي عنده قماشه تلعب 3-4-3 عبقريه. بس الفكره انه ان ازاي هشتغل مع اللعيبه في 3-4-3، او حتى هشتغل باي طريقه ايا كانت الطريقه اللي انا هشتغل عليها، محتاج فتره اعداد، محتاج جوه فتره الاعداد دي لمباريات وديه عشان هيحصل لي مشاكل، فاحتاج ارجع اروح اعالج المشاكل دي والعب مباريات وديه اقوى من اللي قبلها، فتظهر مشاكل اكتر، لان مع كل منافس قوي في مشاكل اكتر هتظهر. لو انا ما عنديش الرفاهيه، لا كان في الوقت ولا كان في علاج اخطائي ولا حتى في فرصه ان انا اشتغل بشكل كويس على المجموعه اللي موجوده عندي في ان انا العب مباريات وديه، فانا شايف ان هيكون صعب جدا اغير طريقه اللعب. بس هل في قماشه تعمل كده؟ في قماشه طبعا تعمل كده بشكل عبقري. يعني استمتعنا بيك وبكلامك ورؤيتك الفنيه لمباراه الطلائع، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى كمان يعني طبعا الفوز بالبطوله، نتمنى نطمن اكتر كمان، يعني زي على نفس قدر اهميه انك تحقق مكسب في بدايه مشوار سيزون جديد وتحقق بطوله، كمان نفسنا نطمن على كره الاهلي 90 دقيقه ان شاء الله يكونوا 90. هو احنا الماتش ده ما فيهوش اكسترا تايم، يعني هنروح في اكسترا تايم. في اكسترا تايم اتمنى ان احنا نخلصه في 90 دقيقه ان شاء الله، ونقدم مع الفوز عرض قوي يشبع غرور جماهير النادي الاهلي ويحقق لهم اولى بطولات بدايه انطلاق موسم جديد، ولكنها طبعا تحسب على الموسم المنتهي. بشكرك شريف، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بيك النهارده في السادسه. اشكرك، وان شاء الله المباراه تخلص 2-0 في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله، ويمكن اكتر كمان ان شاء الله. ان شاء الله يا ريت ان شاء الله. كل التوفيق لنجومنا، وفي انتظار طبعا الصفقات الجديده في ظهورها الرسمي الاول ان شاء الله مع النادي الاهلي. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره ان شاء الله في السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه.